اختص الحق سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية بنور تنزل من السماء، بل هو كنز من تحت عرش الرحمن. أتدري ما هو؟ هما آخر آيتين في سورة البقرة، هما خواتيم سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدق وأيقن بما أوحي إليه من ربه، وحق له أن يوقن، وكذلك المؤمنون آمنوا وصدقوا وانقادوا وأطاعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من آمن بما أوحي إليه من ربه، وأكثر الناس إيمانا، ثم شرف الحق سبحانه وتعالى المؤمنين بإقران إيمان المؤمنين بإيمان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يتفاضلون، فليسوا في درجات واحدة، وعلى قدر الإيمان يكون القرب من محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل من محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين آمن إيمانا تاما بوجود الله، آمن بالله ربا منفرد بالربوبية، فهو وحده الرازق والخالق والمدبر لشؤون الكون، وآمن بالله إلها واحدا لا يعبد سواه، وآمن بأسمائه وصفاته إيمانا تاما وكاملا دون تشبيه ودون تعطيل. ومن آمن بالله وهو غيب يؤمن بكل ما يأتي منه. وآمن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بوجود الملائكة، تلك الكائنات النورانية، وأنهم مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنؤمن بهم جميعا إيمانا مجملا، من علمنا منهم ومن لم نعلم، وإيمانا مفصلا بمن سماه الله سبحانه وتعالى في كتبه، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم، كجبريل وميكائيل وإسرافيل. ومن أنكر ملكا واحدا خرج من دائرة الإيمان. وآمن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بجميع الكتب السماوية المنزلة، وبجميع ما تضمنته من الأخبار والأوامر والنواهي إجمالا وتفصيلا، إيمانا مجملا بجميع الكتب السماوية، ومفصلا بما ورد وثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وأن آخر الكتب السماوية المنزلة هو القرآن الكريم، وأنه قد نسخ جميع الكتب السماوية المنزلة. ومن أنكر كتابا سماويا منزلا واحدا خرج من دائرة الإيمان. وآمنوا بجميع الرسل الذين أرسلوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وآمنوا أيضا بما أرسلوا به. والإيمان بالرسل إيمان مجمل وإيمان مفصل. ومن أنكر الإيمان برسول واحد خرج من دائرة الإيمان. لا نؤمن نحن المؤمنين ببعض الرسل وننكر بعض، بل نؤمن بهم جميعا، ونؤمن بجميع الرسل دون تفريق، من آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالكفر ببعضهم كفر بالجميع، والكفر بأحدهم كفر بالجميع. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الرسول والمؤمنون سمعنا يا ربنا ما أوحيت به وأطعنا كل ذلك، ولم يكونوا ممن قالوا لرسلهم سمعنا وعصينا. أليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول أنا مش مقتنع، اقنعني الأول،
فلا يكون الإيمان إلا بالسماع والقبول والإذعان والاستسلام والانقياد لما أمر الله سبحانه وتعالى. غفرانك ربنا عن كل تقصير في الحقوق وارتكاب للذنوب، نرجو أن تغفر بفضلك ورحمتك وكرمك تقصيرنا وذنوبنا، وإليك وحدك المرجع والمصير في الآخرة، ومنك وحدك يكون الحساب والثواب والعقاب. وبذلك تكون تلك الآية الكريمة قد اشتملت على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. جزاكم الله خيرا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.